إن احتفالنا اليوم بيوم المرأة العمانية يأتي انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة في سلطنة عمان. يسرنا الآن أن نكرم عدداً من نساء عمان المجيدات. إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد راعية حفلنا هذا.